كيف يكون البحث في كتب العقيدة؟ وما هي الكتب التي تقتنى ويرغب فيها من كتب العقيدة؟ سؤال حسن، بارك الله في السائل وفي إخوانه جميعا. البحث في كتب العقيدة هي كتب العقيدة، منها كتاب التوحيد من صحيح البخاري، وكتاب الإيمان من صحيح البخاري، وكتاب الإيمان من صحيح مسلم، وكتاب الإيمان للقاسم بن سلام، وكتاب الإيمان لأبي بكر بن أبي شيبة، ومنها أيضا كتاب التوحيد لابن خزيمة، وكتاب السنة لابن أبي عاصم، كتاب السنة لابن أبي عاصم، وكذلك شرط السنة للمالا كائن، والشريعة للأجر، وهكذا أيضا الكتب التي ألفت السنة لعبد الله بن أحمد. فينبغي أن يرجع إلى مثل هذه الكتب. الأسماء والصفات للشيخ أيضا الذي يقوم بتحديده أخونا في الله عبد الله، هذا من حيث الأسماء والصفات. أما من حيث توحيد الألوهية فأنا أنصح بقراءة فتح المجيد وتيسير العزيز الحميد، وقراءة معارج الألباب، معارج الألباب لحسين بن مهدي النعمي الذي قام بتحقيقه وقد طبع وخرج بحمد الله، الأخ أحمد بن سعيد، وكذا تطهير الاعتقاد فيما يتعلق عن أدران الألحاد الصنعاني، الدر النضيد للشوكاني، حدا التوسل، فإنها زلت قدم الشوكاني رحمه الله تعالى.